كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة معقولة. ولا كان في يوم يخطر على الشر بلا ولا كان في يوم يخطر على بلا يجي يدق الشر بلا وتشوف معاه حاجات كتير ما كانتش يوم عامل حسابها. سوريا مش مصدقاني، انا عمري ما شفت راجل بالحلاوه دي، ما صدقتش نفسي لما شفته. وبعدين سالت سهى، قلت لها يا سهى هو الدكتور شهاب ده قبل ما اشوفه طبعا شكله ايه؟ قالت لي عمته راجل عادي، لكن لما شفت يا سوريا لقيته راجل مش عادي، على طول اغمى عليا. ايه يا عمتي ده؟ في واحده تعمل كده؟ وما عملتش ليا روح امك، هو انا مش بني ادمه من لحم ودم؟ وبعدين انت مالك بقى يعني؟ ايوه ايوه انت مالك، انت واحده واعجبت واحد واغمى عليها، انت مالك انت؟ ازاي بس يا ماما؟ يعني الدكتور شهاب يعني يقول علينا ايه بس؟ ايه هيقول ايه يعني؟ هو مفيش حد بيغمى عليه كده من غير سبب؟ طب انت دلوقتي يعني اغمى عليك وخلاص فوتي، ما تيجي ننزل تحت. انا انزل تحت تاني واشوفه ويغمى عليا ويكشف عليا؟ ده انا اموت لا ما اقدرش. والنبي يا عمته، ده انا حتى ميته من الجوع. امال انا اقول ايه؟ كنت واقفه في المطبخ عماله احضر الغدا، احمد دخل عليا سايب رجلي. خلاص يبقى تتغدى معانا. طبعا يا سوري هتتغدوا معانا، امال ايه؟ ايوه بس انا اصلي خايفه يكون دكتور شهاب مشي. لا لا ما تقلقيش مش هيمشي، ده هيتغدى معانا طبعا.
انا عازمه على الغدا وعازماكم انتوا كمان، مش زيكم يا ناقصين، تعزموا ما تعزمونيش. ايوه ما هي سهى قالت انك انت مش هتوافي وقالت انك انت هتعزميه. لا يا سوري انت غلطانه، انت كنت لازم تعزميني عشان اقابله واتكلم معاه واشوف تبقى المسائل عاديه، لكن تجيبوه لي كده مره واحده وانا لوحدي واتفاجئ ويغمى عليا. لا يا عمتي انت كنت عايزه تشوفيه على مرتين ولا ايه؟ البت دي حتى نقراها من نقري اللي انت مالك يا بت. احنا ننزل بقى نتغدى احسن صح؟ يلا يا عمتي يلا. مش عارف ليه انا حاسس الفاكهه ما بقاش ليها طعم. انا فاكر الفاكهه زمان عندنا كانت احلى فاكهه في الدنيا. ما هو ده بسبب الاسمده الكيماويه والتكنولوجيا الحديثه اللي بيستخدموها في الزراعه. الحقيقه يا احمد كل حاجه ما بقى لهاش طعم. نعمل ايه بقى يا دكتور؟ يعني هي الفاكهه في اوروبا اللي ليها طعم يا دكتور؟ على رايك. مش بس كده، ده تلاقيها بالشيء الفلاني هناك. فيها ايه يعني؟ عادي. يعني ايه فيها ايه؟ انا مفيش بيني وبينك معاد، وبعدين ماما وبابا جوه. لا والله، والكلام ده بقى هيدخل على مين يا شاطر؟ من فضلك يا عمرو انا مش عاوزه مشاكل، امشي دلوقتي بدل ما حد يشوفك وتحرجني معاه. ليه؟ هو انت ما قلتلهمش؟ انت اتجننت؟ اقول لهم على ايه؟ تقول لهم ان انا وانت بنحب بعض وهنتجوز. مش وقت الكلام ده يا عمرو، امشي دلوقتي انا مش عاوزه مشاكل. رايك بقى ان انا مش همشي غير لما ادخل واشوف مين اللي جوه. انت اتجننت يا عمرو؟ وانا لازم اتاكد إذا كان بابا وماما هما اللي جوه ولا الواد أبو دم تقيل. شفت؟ أهي مها شافتك، امشي يلا دلوقتي. خلاص أنا همشي. مها مين ده يا سهى؟ ده تلقيحة من اللي بتجيبه مع عمته إحسان الحفلات بتاعتها. آه وكان جاي عايز إيه بقى إن شاء الله؟ مها يا حبيبتي أنا مش ناقصاكي، كفاية اللي أنا شفته النهاردة. قولي لي في حد سأل عليا؟ صوتك يا سهى انت كنت بتعملي ايه؟ كنت بذاكر شويه وداخله انام. طب تعالي اقعدي جنبي عايزاكي. انا عارفه ان صوتك حلو، غني لي. ايه ده اغني لك؟ غني لك ايه؟ غني لي اغنيه عاطفيه رومانسيه. خدي بقى عندك. انا لك على طول خليك لي وداي مني وطول عليا وخد الاتنين وسأل فيا من أول يوم راح مني النور. الله يا سهى تجنني. كفايه بقى كده يا عمتو هتدخل. لا 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 تعالي بس عايزه اكلمك، عايزه اقول لك على حاجه، عايزه اكلمك على دكتور شهاب. الراجل ده جميل قوي، حلو قوي. انا بستغرب انك تقولي عليه راجل عادي، امال الحلو في نظرك يبقى ايه؟ دكتور شهاب ده يضرب اجدع ولد من اللي بتقابليهم في النادي على قفاه كمان. بصراحه بقى كده يا عمتو انا مش طايقه ابص في وش اي حد منهم. انت عملت زيي بعد حكاية عاصم، لكن بعد ما شفت الدكتور شهاب انا غيرت رأيي في كل الرجالة.
يعني ايه بقى؟ مش فاهم. هو ده يا سهى الراجل اللي يتحبب؟ صحيح. بس يا خسارة. ايه؟ طلع متجوز ومخلف. هو لحق يتجوز ويخلف؟ لا يا عمته، ده مش هنا، ده في انجلترا. هنا؟ انا بتكلم على هنا. هنا محتاج قطة تونسه وتاخد بالها منه. ايه الكلام اللي بتقولي ده يا عمته؟ اصلك انت ما شفتهوش وقاعد هياكلني بعني. قصدك ايه من ورا الكلام ده كله يا عمته؟ انت مالك يا بت؟ ارجوك يا عمته، ده زي ما انت عارفة ده صاحب بابا، يعني يا ريت تسيبيه في حاله. اسيبه؟ هو ده راجل يتساب؟ حقيقي قلت لي ان عمتك ست غنيه، بس انا ما كنتش متصور انها غنيه بالشكل اللي انا شفته ده. لا دي عمتي دي بتحب الفلوس زي عينيها، بسم الله ما شاء الله عليها، داخله في مشاريع كلها ناجحه وبتجيب ملايين، لانها ورثه كتير جدا عن جوزها الاولاني، ده غير اللي ورثته عن امها. وانت والدك ما ورثش ليه؟ هي مش والدتها تبقى جدتك؟ لا، تبقى مرات جدي. انا ابويا ورث برضو عن جد كتير جدا، بس الحقيقه للاسف ابويا دخل في مشاريع كلها فاشله وضيع فلوسه. وما ورثتش من جوزها اللي كان بيخونها؟ لا، جوزها ده كان عايش عالة عليها، ده كان بيصرف على الستات اللي بيعرفهم من فلوسها. انا الحقيقه لقيتها ست لطيفه قوي، وكمان الفيلا عجبتني جدا، بتفكرني ببيتي اللي في لندن. يعني الفيلا عجبك؟ طب اقول لك ايه، ما تتكل على الله وتبقى الزوج الثالث. لا، هي الفيلا عجباني ايوه، بس مش درجات. اسمع كلامي، السكن في مصر بقى غالي قوي. يعني شقه كويسه في حي كويس تطلع بكام مثلا؟ مش اقل من 2 مليون جنيه. ياه، هي الاسعار نطت بالشكل ده؟ العقار اسعاره عاليه جدا، يعني انت النهارده لو اشتريت عقار ونويت تبيعه بكره تكسب فيه. طب ده على كده فيلا عمتك تسوى كتير قوي دلوقتي. تسوى كتير، واسمع كلامي، اتجوزها. اي مشروع تحب تنفذه وبتفكر فيه انا تحت امرك. تحب انا اموله لك وادخل شريكه معاك؟ انا ما فيش مانع، انت ايه رايك؟ ده عطف كبير قوي يا احسان هانم. ايه احسان هانم دي؟ التكليف اللي انت عامله ده، انت تشيل هانم دي وتقول لي احسان بس؟ ما اقدرش، دي خفيفه قوي، دايت. انا بتكلم على موضوع احسان ده. الله، طلع من بقك عسل عسل. بس انا ما اقدرش يا هانم. ليه؟ دي حاجه بسيطه قوي، تشيل كلمه هانم دي، ويا ريت كمان تشيل احسان. امال اندهلك ازاي؟ سوزان. انا اسمي سوزان. لا حلوه، بسيطه يا سوزان هانم دي. برضو هانم، ايه التكليف اللي انت عامله بقى ده؟ تكليف على كل حال هيحصل، بس قدام شويه لما ناخد على بعض اكتر. طب ما ناخد ورانا ايه؟ تحب تبتدي امتى؟ نبتدي امتى ايه؟ ناخد على بعض يعني؟ لما نتقابل اكتر ونتكلم اكتر. خلاص، هنتقابل كتير قوي، البيت اهو مفتوح تحت امرك، اي وقت تلاقي نفسك فاضي على طول تضرب لي التليفون او من غير تليفون. دي ثقه كبيره قوي يا فندم. برضو تاني يا فندم، ما نشيل يا فندم دي وتقول لي يا سونسون زي ما اتفقنا. وبعدين عايزك بعد كده تقول لي انت ناوي تعمل ايه؟ مشاريعك ايه؟ حياتك هتبتدي ازاي هنا؟ قولي عن حياتك كلها. بس انا شايفه انها رسم عليه جامد. يعني ايه رسم عليه؟ يعني رسم على جواز. خرب عليك يا طنط احسان، انت لسه بتقولي يا جواز ما حرمتش. ايه؟ بتقول ان دكتور شهاب غير فكرتها عن الرجاله. المهم هو عامل معاها ايه؟ لا معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ هو انت مش بتكوني قاعده معاهم لما هو بيكون موجود ساعات، لكن اول ما اقعد الاقيها تروح قايله لي انت مش وراكي مذاكره، فبعرف انها عايزه توزعني. والله الست دي عقلها مش سليم، مفوت بقى. يعني الدكتور شهاب بجلاله قدره اللي زي القمر، ومتجوز واحده زي القمر، والستات في لندن كلهم زي القمر، هيفكر يتجوزها هي؟ يمكن عشان فلوسها. دي بتقول انها عايز تبني له مستشفى، وهو الدكتور شهاب محتاج، ما هو عنده اكبر مستشفى في لندن. هو انا اللي مجنني بقى، ليه ساب لندن وجي مصر؟ هو ليه ساب لندن وجي مصر؟
مراتي خدت مني كل حاجه حتى المستشفى كمان. طب عملت كده ليه؟ القصه طويله، لما بقعد معاك بحكي لك على كل حاجه. وعشان كده انت رجعت مصر؟ لا انا رجعت لاسباب تانيه كتير. لا غير السبب اللي انت قلته لي؟ يعني الموضوع تاني اللي بنتكلم فيه بعدين. المهم قول لي ايه رايك بقى في الشقه دي؟ لا الحقيقه ممتازه، والعياده كمان اهم من الشقه، لان احنا في منطقه حيويه جدا. انا اصلي خلاص زهقت من عيشه الوكندات، بقى لي شهر قاعد في الوكندات، عايز اسكن واستقر. ما انا قلت لك على الحل وانت اللي مش راضي. ايه هو بقى الحل؟ عمتي. يخرب عقلك يا احمد، انت بتتكلم بجد؟ هو يعني دي ممكن تحل لك مشاكل كتير. مشاكل ايه اللي هتحلها؟ مشاكلك الماديه. ما انا قلت لك اني ما عنديش مشاكل ماديه. انا حقيقي عايز اتجوز، بس بصراحه يعني مش هختم حياتي بعمتك كمان. انا بستغرب عليك، المفروض انك انت تمنع اي حد يتجوزها، تنسي انك انت الوريث الوحيد. دي حاجه في علم الغيب. يعني انت مش خايف انها تتكل وانك انت تورث الثروه دي كلها وتعيش بقى؟ ما الحمد لله انا عايش. ايوه بس ممكن تعيش احسن. صدقني انا اخر حاجه اهتم بيها هي الفلوس. انا مش قادر افهمك يا اخي، امال انت مهتم بايه في حياتك؟ هو انت مفيش في دماغك غير الفلوس الفلوس الفلوس؟ مفيش حاجه كده لوجه الله؟ ما حضرتك طبعا لازم تقولي كده، لانك مش محتاجه مدام سرايا. اللي عنده الملايين لازم يستغنى. قصدك ايه سعاد؟ قصدي حضرتك عارفاه كويس. لا الحقيقه مش عارفاه، يا ريت تقولي لي. عايزه اقول لحضرتك ان مدام ربنا اكرمكم وفتحها عليكي، سيبي غيرك بقى يشوف حاله. انت جبتي الكلام ده منين؟ انت شوفتي حاجه عليا اتغيرت؟ والملايين اللي قبضها احمد بيه من قضيه التعويض. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما هو اللي ما يعرفش يقول عكس. تصدقي بالله الفلوس دي ما دخل بيتنا منها مليم واحد، وكلها راحت لاصحاب النصيب. بقى في حد عاقل يصدق الكلام ده؟ سعاد يا حبيبتي، احمد جوزي لما رفع القضيه دي كان له هدف واحد بس، انه يعوض اهالي الضحايا اللي ماتوا بسبب الاغذيه الفاسده اللي اكلوها. ولولا كده ما كانش رفع القضيه دي من اساسه. عارفه ليه؟ لان شادي العزبي ده راجل حرامي وفلوسه كلها حرام. معقول؟ معقول في حد بالشكل ده؟ ما هو للاسف عشان احنا عايشين في مناخ رديء. ليك حق طبعا تستغربي، وعلى فكره في ناس تانية ممكن تقول عليه مجنون. طب وحضرتك ما حاولتيش تقنعيه ان الفلوس دي من حقكم او انكم محتاجينها زيكم زي غيركم؟ يعني انت ممكن تصرفي على بيتك وولادك من فلوس حرام يا سعاد؟ مدام سرايا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. بس وحياه ولادك تجاوبيني عليه بامانه. عيب تحلفيني عشان انت عارفاني كويس يا سعاد. ايه راي حضرتك في فلوس الدروس الخصوصيه، حرام ولا حلال؟ شوفي انا مش هكلمك عنها من الناحيه الدينيه، لان في ناس احسن مني ممكن يفيدوكي فيها، لكن انا هكلمك من الناحيه الانسانيه. سعاد انت لو اديتي واجبك ومهامك كلها وارضيتي ضميرك كده هتكوني ساعدتي الناس الغلابه، لكن لو جالك تلميذ مثلا اهله ممكن يصرفوا عليه الافات مستهتر، هتقبلي ده؟ وهيبقى موقفك ساعتها سليم بالظبط زي الاطباء الكبار اللي بياخدوا اتعاب كبيره من الناس الاغنياء علشان يعالجوا الناس الفقراء. هما فين الدكاتره دول اللي بتقولي عليهم يا مدام سرايا؟ اما يا مها لو شفتي طنط احسان اليومين دول مش هتصدقي، كل يوم الكوافير بيجي لها عشان تصبغ شعرها، ولا الفساتين اللي بتلبسها كل يوم فستان شكل، ولا اللي طالع عليها بقى الايام دي ان الدكتور شهاب قال ايه مهووس بيها وهيتجوزها قريب. هو دكتور شهاب بيجي عندكم كتير؟ يعني كل قد ايه كده؟ يعني بتبقوا عارفين هيجي امتى؟ لا اصل انا بابا بيقول ان عنده مشاكل كتيره قوي مع مراته واحتمال يكون طلقها. ده انا عرفت حتى انه متجوز واحده اخلاقها وحشه قوي. ده حتى بابا بيقول انها اخدت منه المستشفى وحاجات كتيره جدا. بقول لك ايه، انا هعدي عليك النهارده. لا 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 مش هتاخر، على طول. اوكي يا حبيبتي، باي باي. ماما على فين يا قمر؟ انا هروح لسهى شويه.
كان نفسي اجي معاكي، بس انت عارفه ابوكي ممكن يجي في اي وقت، مش عايزه اسيبه لوحده. انا كمان كنت عايزاكي تيجي معايا، بس انا كمان مش عايزه بابا يجي وما يلاقيش حد في البيت. سوا هتبعت لك عربيه عمتك؟ ايوه يا ماما. باي باي بقى. مها. ايه يا ماما، في حاجه؟ ما شاء الله انت زي القمر بجد. ميرسي، باي 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 يا حبيبتي. لا اله الا الله، محمد رسول الله. الله يا عم، الحلاوه دي يا عم تجنني. مها، اهلا وسهلا. اللي فكرك بينا النهارده مع انك ما بتجيش تزورينا غير بالعافيه؟ ابدا يا عمته، اصل سهى وحشتني فقلت اجي اشوف. يعني سهى اللي وحشتك وانا ما وحشتكيش. نسيت انك برويه زي ابوكي. عشان نخلص بقى من الاسطوانه دي. تعالي يا مها نطلع فوق. ونطلع فوق ليه بس يا بنتي؟ ما انا جاي اقعد مع عمته اهو. الله، انت بتصلحي بقى الكلام اللي قلتيه ولا ايه؟ لا يا عمته والله، دي بتهزر معاكي، دي بتحبك قوي. طب يلا خليكوا قاعدين معايا لغايه ما يجي الدكتور شهاب. اول ما يجوا انتوا الاثنين تدوني عرض كتافكم على فوق على طول. ليه بس يا عمته؟ ما نقعد كلنا سوا مع بعض. لا عيب، عيب البنات الصغيرين يقعدوا مع الناس الكبار، عيب. يا عمته احنا بقناش صغيرين، وبعدين السنه دي انا هاخد الليسانس ان شاء الله. معلش يا حبيبتي، في بنات معاهم دكتوراه مش ليسانس، وبرضه ما بيقعدوش مع اللي اكبر منهم. على العموم يا عمته انت مش كبيره قوي، ده انت اللي يشوفك دلوقتي يقول ان انت قد ماما بالظبط. ليه؟ بتقولي ايه يا روح ماما؟ انا اصغر من مامتك بسنتين. اربعه. انا مش عارفه ليه الدكتور اتاخر لحد دلوقتي. عمته هو اكد عليك انه جاي؟ امال ايه؟ جاي. انا هطلبه اشوفه وما جاش لي لغايه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، شقتك بقت جميله بجد. ايه رايك بقى، عجبتك؟ جدا. ده لسه بقى لما تشوف العياده بعد ما تتفرش. يا سيدي عمتك عايزين اروح لها كل يوم. طبعا يا سيدي بتحبك. هي مش اغمى عليه اول شافتك؟ ما هي دلوقتي عاملاها حجتها، كل شويه تكلمني وتشتكي لي من قلبها. انا صحيح يا دكتور، اللي بيحب قلبه بيوجعه. انا قبل كده سبق وشرحت لك ان العواطف بتاثر في كل اعضاء الجسم. يبقى عمتي بقى عندها حق لما تقول ان قلبها بيوجعها كل انت ما تبعد عنها. كل يوم كل زمايلك في النيابه دمهم خفيف كده. مش عارفه ليه الدكتور مش بيرد. مش جايز يا طنط، مش عايز يرد. مش عايز يرد ليه؟ ايه بت؟ انت دايما كده مسحوبه من لسانك ولا ايه؟ لا ابدا يا عمته، هي مش قصدها، هي عايزه تقولك ان هو ممكن يكون مشغول او في اجتماع. انا افتكرت، اصل بابا قال ان هو رايح له. بابا راح له، يبقى هو اللي عطله ولا قال له ما تردش عليها. ليه بس يا عمتي هيقول له كده؟ اقول لك ليه؟ لان ابوكي ما بيحبنيش، مش عارفه بيكرهني ليه؟ انا ما عملتش فيه حاجه. ابدا والله يا عمته، ده هو حتى بيقول انك عمرك ما عملتي معاه اي حاجه وحشه، ده بيحبك قوي. بنتي يا مه، ما انا النهارده هغير فكرتي عنك، مش عارفه ليه قلبي انفتح لك. اذا كان كده بقى يا عمته، ايه رايك يا مه تيجي تعيشي معانا؟ يا ريت يا حبيبتي، يا ريت يا ريت تيجي تعيشي معانا. طب تفتكري بابا هيوافق؟ ياه، معقول اللي بتحكيه ده؟ ده انت تعرضت لمؤامره فظيعه. احمد، انا دلوقتي ما بقاش ليا صديق غيرك، وفي واحد صاحبي تاني عايش في انجلترا. وانا شاب ماليش اخوات، وحقيقي بعتبرك اخ. وانا محتاج نصيحتك ليا كاخ، وكمان كراجل قانون. لا يا شاب، موقفك من الناحيه القانونيه صعب قوي. انت ما تقدرش تثبت حقوقك عند مراتك، وزائد ان خيانتها كمان ما تقدرش تثبتها، لانها زي ما بتقول دمرت التسجيلات، والتسجيلات ما هياش دليل قوي قوي. وبعدين بتهيألي تصرفات مراتك في مجتمع غربي اعتقد انها بتكون عاديه، وممكن مراتك كمان تثير عليك الرأي العام وتخليه ضدك. كل الكلام اللي انت قلته ده كلام سليم وممكن يحصل، بس انت في رأيك ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي؟ بصراحة كأخ فعلا انا شايف انك تبدأ من اول وجديد، وتبدأ هنا في مصر،
مكانتك العلمية ونبوغك وشهرتك هيخليك تبدأ وتعوض كل اللي خسرته. أنا اللي خسرته يا أحمد ما هوش فلوس وبس، أنا خسرت حاجات كتيرة قوي أكتر من كده. أنا عارف ومقدر، وصدقني في مصريين زيك كتير تزوجوا من أجانب وحصل لهم نفس اللي حصل لك. أنت دلوقتي محتاج واحدة من هنا. اوعى تقول لي عمتك. لا 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 لا، انا بتكلم جد دلوقتي مش بهزر. عمتي دي ما فيهاش اي ميزه خالص غير ان معاك شويه فلوس. انا سبق وقلت لك ان انا مش محتاج ماديا، حقيقي انا خسرت كل ثروتي، لكن اللي معايا ممكن يعيشني كويس قوي. خلاص، يبقى دلوقتي ممكن تلاقي الانسانه اللي توقف جنبك وتعوضك عن كل حاجه. الانسانه دي موجوده وبحبها وبتحبني، لكن انا ماجل كل حاجه لغايه لما انتقم من مراتي الخاينه اللي غدرت بيا، وارجع املاكي تاني، واقدر اجيب ولادي يعيشوا معايا هنا، واثبت براءتي من التهم اللي لفقتها لي، وارجع مكانتي كجراح عالمي. يعني الكلام اللي انا قلته ده يا شهاب ملقاش اي صدى جواك؟ لا، لان اللي استوعب كلامك ده وينفذه لازم يكون واحد في منتهى العقل. يعني انت مش عاقل يا شهاب؟ انا حاسس ان انا اتضحك عليا يا احمد من واحده حقيره خاينه. ما هي لازم تكون كده يا شهاب، لو كانت انسانه محترمه ما كانتش عملت فيك اللي عملته. عشان كده انا لازم انتقم عشان استريح نفسيا. وهتنتقم ازاي بقى؟ الحل الوحيد ان انا اقتلها. اقتلها؟ لا، ده يبقى جنان رسمي يا شهاب. لو قتلتها مش هتستفيد حاجه، لا هترجع ثروتك ولا اولادك، وهتدمر حياتك. ارجوك يا شهاب ادي ظهرك للماضي، ابعد عن الدم يا شهاب. انت راجل مهنتك انك تنقذ انواع الناس مش تقتلهم. ساكت ليه؟ مش عاجبك كلامي؟ شايفة عمايل أبوكي؟ إيه اللي قعده عنده المدة دي كلها؟ أنا عارفة هو بيعمل كده ليه؟ ليه بس يا عمته؟ عشان حس إن الدكتور شهاب معجب بيا فعايز يبعده عني. طب وإيه مصلحته في كده؟ مصلحته كبيرة قوي. متهيأله إن الدكتور شهاب هيتجوزني وبعدين أموت ويجي الدكتور شهاب يورثني. بابا؟ لا لا، ده بابا آخر واحد ممكن يفكر التفكير ده. يعني أبوكي مش بيتمنى موتي عشان يورثني؟ تفتكري بابا من النوع ده؟ الراجل اللي حكمت له المحكمه ب4 مليون جنيه ووزعهم كلهم على ناس غيرنا، وحضرتك عرضتي عليه انه يشتغل معاكي وباي تمن يطلبه ورفض، تفتكري واحد زي ده هيفكر انه يورثك؟ امال ليه مش عاوزني اتجوز دكتور شهاب؟ وهو كان دكتور شهاب اصلا اتقدم لك عشان بابا يرفض. وهو ابوكي ماله؟ دخله ايه لو الدكتور شهاب اتقدم لي؟ يرفض ولا يوافق ليه؟ هو كان ولي امري ولا كان واصي عليا؟ سيبك بقى يا عمته من كل الكلام ده وخلينا في المهم. ايه هو بقى المهم؟ مفيش عندي مهم اكتر من دكتور شهاب. يا ستي اعتبريه خلاص انه في جيبك، وانا حوصي بابا انه يزقه ناحيتك. وهو يا اختي كان محتاج زقه؟ انت مش بتشوفي بعينيكي نظراته ليا واعجابه بيا؟ اه طبعا بشوف طبعا، بس هو عايز زقه بس صغيره وبابا هو اللي ممكن اللي يزقها. حق يا سهى، لو الزقه دي حصلت وحصل المراد من رب العباد هشتري لك اغلى طقم الماس في البلد. طب عمته انا كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع عيد ميلادي الاسبوع الجاي. عيد ميلادك الاسبوع الجاي؟ ده انا هعمل لك اعظم عيد ميلاد في الدنيا كلها. من بكره الصبح خدي فلوس وانزلي اشتري اغلى فستان في السوق، عايزاك تزغللي عين الموجودين وتبقي اجمل بنت. كل ده جميل يا عمته، بس ده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ علشان بابا مش هيوافق اصلا اني اعمل عيد ميلادي هنا. ليه يا ماما ما يوافقش؟ هو ده برضو مش بيتكم ولا بيت حد غريب؟ فلوس يا نبي. ايوه فلفل، ها عملت ايه؟ وبعدين معاك بقى فلفل، انت يظهر عليك ايدك تقلت ومبقتش تعرف تودي ولا تجيب يا فلفل. بقى عمليه بسيطه زي دي مش قادر تقوم بيها، ده انت هتغصه في قلبه وتجري على الموتوسيكل. ايه؟ طب اسمع، خلي الواد شطه يقوم بالعمليه. ايوه هو اخف منك وبيعرف يركب موتوسيكلات. اسمع،
انا هدي لك مهله كام يوم، لو ما خلصتش يبقى روحت في نفسك بقى انت لو معاك. قال له ابعت اللي يدفنك وبقرا لك الفاتحه بعد كده في السيده نفيسه. عيد ميلاد سوها هيتعمل هنا اهو في البيت اللي اتولدت فيه. ايوه يا بابا، بس عمته احسان كده هتزعل. ما تزعل ولا تتفلق. خلاص يا احمد، ما فيهاش حاجه لما نعمل عيد ميلادها هنا. سوريا، عيد الميلاد هيتعمل هنا في البيت ده، وبعدين انا ما اضمنش عمتي دي بتعزم ناس غريبه دمهم تقيل على قلبي، ما بنسجمش معاهم، وبعدين من الاصل انا ما بحبش الحفلات اللي بتعملها. وانت هتعزم مين؟ سوى هتعزم اصحابها، وانا هعزم المحامي العام ودكتور شهاب. بابا عنده حق، عيد ميلاد سوها لازم يتعمل هنا. ايوه يتعمل هنا. ايه تصوروا ان انا لحد دلوقتي مش عارفه اقعد مع دكتور شهاب واتكلم معاه؟ والله هتبقى فرصه. يعني ما لقيتش الا عيد ميلاد سوها عشان تقعد معاه؟ يا اخي اختار اي وقت تاني. انت عاوز ايه من الدكتور شهاب؟ لو عاوز منه حاجه قول لي، انا بشوفه كتير. لا صحيح يا بابا، هو دكتور شهاب بقاله فتره ليه ما بيجيش؟ تلاقيه مشغول دلوقتي، عنده الشقه والعياده مش فاضل. الله، طب لما هو مش فاضلنا بابا يقابله كتير ازاي؟ هي الراجل لما بيبقى فاضي بيتصل بيا. يا ترى هو يوم عيد ميلاد سوها هيكون فاضي ولا لا؟ هلو، جود مورنينج. هلو، جايبه لك خبر هتندهش له قوي. يا ترى بقى خبر حلو ولا مزعج؟ في الحقيقه مش قادر اقرر. I don't know if it's good news or bad news. You tell me. ايه الموضوع؟ شهاب في مصر. في مصر؟ Who told you so؟ مين قال لك؟ فؤاد صاحبه المصري. تفتكر هرب؟ Yes. غريبه قوي. المفروض احنا اللي نهرب منه مش هو اللي يهرب مننا. هو ما هربش مننا ولا حتى بيفكر فينا، هو هرب من سمعته هنا. مش فاهمه. هو اصبح لا شيء، ده كان دكتور بيحب مهنته وبيزولها بمزاج كده، وكان مشهور، ولما حس انه اتوقف عن مزاوله المهنه اصبح بلا قيمه. وعلى فكره حتى لو قدر يسترد كل املاكه فده مش هدفه، هو عايز يرجع تاني الدكتور شهاب السلموني جراح القلب المشهور العالمي. عشان كده سافر بلده، لان هناك اكيد ما عندهمش فكره عن اللي حصل له هنا، وتلاقيهم مبسوطين جدا ان هو رجع يشتغل في بلده تاني. طب ايه رايك ان احنا ممكن نسرب اخبار هناك ونقول على كل اللي عمله هنا؟ انا مش قادر افهم ليه يعني. انا عايز ادمره في مصر. بالعكس، احنا عايزين ينجح، وكل ما ينجح اكتر كل ما نسبه خطورته علينا تقل، لغايه ما يبطل يفكر فينا وينسانا خالص. طب وجوازنا؟ انا عايزاه يطلقني. ما تستعجليش، خليه هو اللي يطلب الطلاق بنفسه. وبعدين احب اقول لك حاجه، الزمن كفيل انه يغير حاجات كتير في البني ادم. ياما اعداء اصبحوا اصدقاء. تفتكر؟ حبيبتي انا مش قادر افهم انت ليه مش بتثقي في كلام حبيبك توماس؟ امال مين اللي فكر في كل اللي بيحصل ده؟ لا طبعا مش هحضر عيد ميلادك ما دام ابوك يحكم رايه انه ما يعملش عيد الميلاد هنا ويعمله عندكم في البيت، يبقى انا مش رايحه. عشان يقدر يعزم اصحابه وعمته. طب ما يعزمهم هنا يا سهى، ما الفيلا واسعه وكبيره اهي، مش احسن من بيتكم اللي ضيق قد كده؟ اه خلاص عزمهم، حتى عزم الدكتور شهاب وهيجي بس بعد ما يخلص العياده. الدكتور شهاب جاي؟ طبعا، ما انتي عارفه انه بيحب بابا جدا. اه دلوقتي انا عرفت ابوكي ما رضيش يعمل عيد الميلاد هنا ليه؟ عشان يفرق بيني وبين الدكتور شهاب. يا عمته هيفرق بينك وبينه ليه؟ انت لو جيتي الحفله هتقابليه. لا انا كنت عايزه اقابله هنا في الفيلا واخده في ركن كده ونقعد نتكلم براحتنا. براحتكم؟ ايوه. تفتكري يا سهى هو ليه بطل يجي هنا؟ اكيد مشغول جدا، وبعدين بابا بيقول ان العمليات والعياده واخدين كل وقته. ثانيا ايه اللي هيجيبه هنا من غير مناسبه؟ قصدك تقولي ايه يا سهى؟ قصدك تقولي انه ما بيحبنيش؟ قصدي اقول انه ما عندوش وقت يحب. انا هتجنن يا سهى، قولي لي ارجع الدكتور يحبني ازاي؟ الكلام اللي بتقوليه ده يا عمته، هو كان حبك قبل كده عشان يسيبك؟ ده كان بيجي بصفته انه دكتور وانتي عيانه. انا مش عيانه، انا حلوه زي الفل اهو. ما تقوليش انك زي الفل لحسن مش هتشوفي خلقته تاني. بصي يا عمته، انا عاوزاكي من هنا ورايح تعملي انك عيانه عشان الدكتور يجي ويشوفك.
ايه رايك بقى في افكار الجهنميه؟ اهلا يا عم، معلش بعد اذنك. في ايه اللي جابك؟ انت مش عيد ميلادك بعد بكره؟ ايوه ليه؟ يعني اصلك ما جبتليش سيره عنه. هو انا اللي هقول لك؟ المفروض ان انت عارف. طب وما عزمتنيش ليه؟ علشان انا مش هعمله عند عمته، هعمله في بيتنا. طب وفيها ايه يعني؟ هتيجي بصفتك ايه يا بني ادم؟ ايه حكايه صفتك اللي انت ماسكاها لي اليومين دول دي؟ بص يا عمرو، انا هجيب لك من الاخر. بابا ده دقه قديمه وما بيعرفش في الكلام اللي انت بتقوله ده خالص. مش معنى الحفلات اللي عمتك كانت بتعملها كنت ببقى اول واحد معزوم فيها؟ عشان عمته احسان دي غير بابا. يعني ايه غير بابا؟ هي مش عمته؟ ايوه، بس كل واحد وله تفكيره. وبعدين بابا ما بيحضرش الحفلات دي وما يعرفش عنها اي حاجه. وانت بقى عازمه مين؟ عازمه صحباتي طبعا. ماشي، بس اياك اجي بقى والاقيك عازمه اي حد من العيال اللي بيتنططوا حواليك دول. اسمع يا عمرو، انا مش عايزه فضايح، ارجوك بلاش تيجي وتعرض نفسك لموقف مش ظريف. يا سلام، هتعملوا ايه يعني؟ شوي شوي غنيلي وخد عيني، غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني، خليني أقول ألحان تتمايل لها السمعين وترفرف لها الأغصان، النرجس مع الياسمين وتسافر بها ركبان طويل البوادي. طاي شوي 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 غنيلي غني وخد عيني، غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني. المغنى حياة الروح، اسمعها علي التشفي ويداوي كبد مجروح تحتار الأطباء فيه، وتخلي ظلام الليل في عيون الحبايب ضايع. شوي 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 غني غني وخد عيني. ايوه احسن. انا وليد، تعالى صورني، صورني انا والدكتور. تمام، ميرسي يا احسن. ما بلاش هانم دي. ايه هانم دي؟ لسه ما صورناش، عايزين نتصور تاني. ما انا خلاص خدنا الثلاث صور لغايه دلوقتي. لا انا عايزاك تتصور، تبص لي وانا ابص لك. حاضر. صور يا وليد. ميرسي. معلش عن اذنك بقى، عندي كلام مهم هقوله للمحامي العام. اهم من الصوره معايا؟ لا مفيش اهم منك طبعا، بس صور يا وليد. فكرة اللي طنط احسان بتعمله ده هو حد قادر عليها؟ ما يصحش كده، احنا عازمين الراجل مش عشان نضايقه. عموما هو صاحبها، ما ينفعش كده يا ماما، لازم نتصرف. الله. طب بقول لك ايه، روحي اتكلمي معاها وشيليها. يلا. سوسو عايزاكم دي احد. تعالي يا حبيبتي دي احد يا مها. دكتور شهاب. أيوه. بابا عاوز حضرتك. فعلا عن اذنك بابا عايزني. طنط تعالي اتفرجي على البوفيه يجنن كل حاجه. بوفيه ايه يا سريه؟ انا مش عايزه اكل، انا مش جايه عشان اكل. سهى سهى صاحباتك عايزينك. عن اذن حضرتك يا دكتور. احنا اسفين قوي يا دكتور. على ايه بس؟ على اللي حصل من طنط احسان. لا لا بالعكس، يا ست ظريفه قوي. على اذنك بقى عشان اخش اتكلم مع ابوكي. دكتور، احنا عملنا كده علشان ننقذك من طنط احسان. انا شايفه حضرتك ما خدتش حاجه من البوفيه. بالعكس، ده انا اكلت لغايه لما هيجي لي تخمه خلاص. طب اجيب لحضرتك حاجه تهدم؟ لا 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 متشكر، انا اسك بقى هروح اقعد معاه. هو راح فين؟ هو مين ده؟ طب هيكون مين يعني يا ثريا؟ ما انت عارفه بصراحه لو كل مسؤول عنده شجاعتكم كان زمان البلد نطفت من الفساد اللي بنسمع عنه. طبعا انتم ما شفتوش الفساد اللي بيحصل في البلد لانكم بعيد، بس خلي بالك صحيح في فساد في البلد،
بس في ناس برضو بتحارب الفساد. سيادة المحامي العام، دكتور شهاب صحيح عايش بره مصر، لكن طول عمره قلبه هنا في مصر. وبعدين اخبارنا دلوقتي الحمد لله بتوصل للعالم كله عن طريق الفضائيات. فعلا احنا بنعرف كل كبيره وصغيره بتحصل في البلد من القنوات دي. بس اقول لك حاجه يا دكتور شهاب، انا والسيد المحامي العام متفقين ان النائب العام بتاعنا راجل شجاع ومصر ان هو يحارب الفساد، بس يا رب بقى ما يرقهوش يبقى وزير او محافظ. لا طمن يا احمد، سياده النائب العام قاعد في منصبه ومش هتغريه اي مناصب تانية. زي ما قلت لحضرتك البلد محتاجه مسؤولين من نوعكم، والحمد لله ان في النيابه ناس زيكم. ايوه في حاجه؟ هي مش دي برضو شقه رئيس النيابه احمد عبد الرؤوف؟ اه هي. طب هو يعني حضرتك مين الاول؟ حضرتك اللي مين؟ حضرتك اللي مين؟ انا ابنه. ابنه؟ اصل انا كنت جاي لطب احسان عشان عايزها في موضوع مهم. طب اتفضل اتفضل. طنط احسان، طنط احسان ثانيه. ايه اللي جاب الواد ده هنا؟ حياتي عندك يا معلم، هيجيب السر لماما ولا بابا؟ انت اللي عزمتيه؟ لا ابدا والله ما عزمتوش انا. امال هو جه لوحده؟ ممكن تكون طنط حسين هي اللي عزمته. ايه ربنا وقفك. لا ابدا يا ماما مفيش اي حاجه. مين الشاب؟ حاجات تزل لعينينا بكره في عيوننا يصغر. وقود نتعلم يا حياة مهما في يوم بدينا بتاخدي منا أكتر، اللي في إيده ملوجة حاجات تزل لعينينا بكره في عيوننا يصغر. كل يوم نصحى من حلم نلقى الحقيقة كابوس، في القلب احساس بظلم من ناس على روحنا بتبوس. كل يوم نصحى من حلم نلقى الحقيقه كابوس، ويزيد في القلب احساس بظلم من ناس على روحنا بتبوس. لو كان من خاف سلم ما كانتش ضاعت يا منفوس، والغدر اصبح مرض وعلاجه اصبح شيء ما يقول. نتعلم يا حياة مهما في يوم الدينة بتاخدي منا أكتر، واللي فيه ملوجة وحاجات تزل لعينينا بكرة في عيوننا يصغر. ليه في ناس ترسم في خط فاكرة حياتها واقفة عليه، زي الغريب رايح نشاط يوصل يلاقي نهايته فيه. في ناس ترسم في خط فاكرة حياتها واقفة عليه، زي الغريب رايح لشط يوصل يلاقي نهايته فيه. ده الخير في طريقه دايما الشر ليه قاطع طريق، وانت ابو قلب طيب يا تعيش كبان يا تموت كريم. تعلم يا حياة مهما في يوم تدينا بتاخدي منا أكتر، واللي في إيده ملوجة وحاجات تزل لعينينا ورافع عيوننا.